السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بألف خير. مقدما لرمضان 2019، عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات. ولو لأول مرة تدخل على قناتي، ما تنسوا تشتركوا بالقناة، ولو الفيديو عجبكم اعملوا شير ولايك وكومنت وفعلوا الجرس ليصلكم كل الفيديوهات اللي بينزل أول بأول. الفيديو اليوم تابع لسلسلة تجهيزات رمضان 2019، الفيديو رقم 9 لطريقة تحضير البصل الباودر أو بودرة البصل بطريقة مبسطة وسهلة. زي ما عارفين وقلت لكم في الفيديو السابق، أفضل نوع للبصل المجفف أو البصل الباودر البصل الأبيض. قشرت البصل وقطعته بقطعة الخضار لشرايح، وفردت البصل على صينية الفرن مبطنة بورق الزبدة، وخطيت نص ملعقة ملح، ودخلت الفرن على أقل درجة حرارة. أنا فرني فهرنهايت ما يعادل 175 لحد ما ينشف تماما. وده شكل البصل بعد ما نشف، وسحنته بالسحانة. وخربلته بخربال ناعم جدا. والحمد لله والشكر لله حملت لي كمية من البصل الباودر، والريحة فظيعة. وعبيته في برطمان وبحتفظ به خارج الثلاجة في أدراج المطبخ. وبتمنى الفيديو ينال إعجابكم وتطبقوا لشهر رمضان أو لأيامكم العادية. وده الشكل النهائي للبصل الباودر.